في واقعة أخرى تعبر عن لا أخلاقية الحرب وجعل المدنيين أول المستهدفين في كل أحداثها، ها هي محافظة الضالع تصحو على حادثة جديدة تهز جميع مناطقها. هذه المرة ليست نتيجة استهداف أحياء سكنية أو كما جرى عليه الحال من استهداف تجمعات للمدنيين، بل كان المستهدفون ركاب هذه الحافلة التي كانت في طريقها إلى محافظة عدن. يعني حادث مؤلم، وهذا ليس هو الحادث الأول، وقد كان هنالك قبله يعني قتل جنسيات صومالية وغيرها. لذلك هذه الميليشيات لا يأتي من وراءها إلا القتل، الدمار، الخراب. التفاصيل الأولية لشهود عيان قالت أن الميليشيا المتمركزة في منطقة العرفاف وجبل التهامي شمال منطقة مريس فتحت نيران أسلحتها على الحافلة أثناء مرورها من إحدى نقاط الجيش في يعيس، ما تسبب بسقوط 3 مسافرين وجرح مثلهم بينهم طفل. هذا ناس أبرياء يا أخي، ناس مسافرين اللي مروح عند أولاده، يعني الآن مرته وقهاله مستنينه في كل شوق، فجأة يصلهم خبر صادم أنه مات في الطريق. وفي وسط الذعر الذي أصاب ركاب الحافلة الناجين أكد بعضهم أن القذيفة التي أطلقت سقطت على مقربة من الحافلة، وأن الشظايا التي تطايرت منها مثلت السبب الرئيس لسقوط الضحايا المدنيين. حادثة تبدو جديدة من حيث المشاهد، ولكنها تعبر عن تحول مناطق المواجهة المسلحة في هذه المدينة إلى ميدان مفتوح يستهدف المدنيين ويجعلهم ضحايا لحرب امتدت على مختلف مناطق مريس. ما يزال المدنيون إذن يدفعون ضريبة حرب الانقلاب، ولا يبدو أن ثمة إمكانية لإنصافهم وسط أحداث هذه الحرب الموجعة.